الصلوات. محمد عاوز صلاة صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذكار فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وعليه والحمد لله رب العالمين. Baştaki cihan selveri Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için, onun ehli beytinin 12 imamın ruhu için, bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına vesile olan Nuriye hanımefendinin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Değerli canlar, saat 12'de Cem evinde yemeği vardır. Allah rahmet eylesin.